قبل ما ننتقل عند شيف حسين ونشوف شو أخبار الحبشة وين صارت، رح نروح سوا بهالجولة السريعة على صالة السينما. The world is coming undone. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الساينس فيكشن روغ وان ستار وورز ستوري بنسخة 3D. ترجع سلسلة ستار وورز مع ثورة اللي بتعمل خطوة مخاطرة لسرقة البلانز لنجمة الموت، مع فيليسيتي جونز، مادز مايكلسون، جيمس إيرل جونز وفورست ويتاكر. This is our chance to make a real difference. والفيلم الكوميدي اللبناني والعاني، وفي تحية للدفاع المدني ودور المرأة بالمجتمع اللي عايشة فيه، مع ماجي بوغصن، كارلوس عزار ووسام صباغ، والإخراج لإلي أف حبيب. شريف بيتميز برشاقته وسرعة الحركة والقوة. احنا جايين نتطوع بالدفاع المدني. We're here to connect. والفيلم الدرامي Collateral Beauty عن رجل بيبتعد عن حياته اليومية من بعد مأساة تعرض لها، وبيبدأ تساؤلاته عن الحب، الوقت والموت، مع ويل سميث، كيرا نايتلي، كيت وينسلت وأدوارد نورتن. You've been given a gift. This profound connection to everything. I promise you, it's there. فإذا نحن وياكم بعدنا مستمرين بعالم الصباح وفترة الأعياد، وكل الأحاديث عم بتدور هلأ حول الأعياد، بما فيها تذكير كتير سريع يلي حابين يتواصلوا معنا يبعثوا لنا فيديوز عن ولادهم عم يطلبوا طلبات خاصة من بير نويل. فيكم تبعتون عبر رقمنا الخاص على الواتساب. بهالفيديو رح نشوف شو هن طلباتهم، وبالتالي نهار السبت اللي رح بيكون نهار خاص بعالم الصباح رح بيكون في عنا زائر خاص اللي هو بير نويل، ورح بيقدم مجموعة هدايا. رح نختار 10 من هالفيديوز هيدول اللي بيكونوا أهضم شيء، أكتر شيء قراب أكيد، وبيعبروا عن هالأطفال وطلباتهم. هالعشرة رح بياخدوا هدايا. شو هن هالهدايا؟ بمناسبة الأعياد هدايا عالم الصباح كتيرة وبتتضمن مجموعة من الجزادين ماجازين كلوتش المصنوعة يدويا، تقدمة بوتيك أليس قدي، مجموعة كاملة من الأواني المطبخية الإيطالية فلونال، تقدمة شركة ANF الرائدة بالأدوات المنزلية، مع مجوهرات تقديم تيمو وألعاب متنوعة من World of Toys. بيتمنى لكم عالم الصباح أعياد كلها فرح. عم بتفرج أنا هونيك من تاني ميل عم نزعبر البيوش دو نويل كمان بلشت تتحضر، فإذا رح خليكم تنتقروا فورا لعند الشيف حسين مع ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين، وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان بكل أنحاء العالم عبر شاشة التلفزيون. المستقبل اليوم الأعياد، طبعا الحبشة، حبشة العيد بالفرن اللي بلشنا فيها من الصبح من بداية عالم الصباح، والطبق الثاني بيج دو نويل اللي صار قدامنا طبعا بعد ما كنا عاملين العجينة محضرينها. لكن مشاهدينا خلينا نحضر العجينة أنا وياكم. عندنا من البيض، ليكو عندي هون معيار ثاني، 6 بيضات مع رشة فانيل، حطينا رشة فانيل و بدنا ندور. اوكي هلا بتركهم ينخلطوا. انا وياكم خلينا نبلش بالعجينه بعد ما كنا نحن مسقيينها بالسيروب او مسقيينها بالعصير، هلا وحشيناها بكريمه الزبده. طبعا كريمه الزبده اللي حضرناها كمان بهالخلاط الكهربائي من زليل البيض، 2 زليل بيض، حطينا كمان السكر على النار مع شوي من الماء لحتى غلو. بعد ما غلو صرنا نحطهم، طبعا هون نحن زلال البيض بيكون نفخ عنا زلال البيض، منصير نحط نحن فينا نقول القطر السميك الحامي، منصير نحطهم شيئا فشيء بشكل خيط لحتى نشوف صرنا على كريمة متماسكة، لحتى يبرد الخليط بقلب الخلاط او الخفاقة. منجيب نحن شقف الزبدة
شقف الزبده بدها تكون حرارته من حراره الغرفه مع رشه فانيل وبرش حامض بيعطونا نكهه كثير طيبه. حطيناهم وحصرنا على كريمه الزبده اللي حشيناها فيها العجينه. طبعا العجينه لفيتها سقيتها مثل ما قلت لكم بسيرب او بعصير، وهلا صار عندي هيدا جزع الشجره مثل ما عم نشوف كيف قطعته. فيني شيله انا من قدامي لحتى نزينه طبعا. اوكي، لكن مثل ما عم نشوف هلا بدنا نبلش نحط له الكريم شونتيه اللي حضرتها، هي من كريم فريش نباتي، وحطينا لها كمان كاكاو. هون نحن العجينه اذا بدنا اياها، طبعا مثل ما عم نحكي اذا بدنا اياها تكون شوكولا او بدنا اياها كاكاو، فينا نشيل 25 جرام من الطحين نحط 25 جرام كاكاو. طيب هاي اول مرحله خلصنا منها، بنشيلها على جنب. شوف انا هون شو صار في عندي، لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف نحن البيض بلش ينفخ عندنا هون، في عندي كوب من السكر، بضيف السكر او فينا نتجه للمقادير الثانيه، 300 جرام سكر، 300 جرام طحين، 10 بيضات، رشه فانيل وبرش حامض. طيب هلا عم نحط السكر نحن مثل ما عم نشوف هالشكل هيدا، كمان بتركهم ينخفقوا على مانو. خليني اشوف عندي هون بالرزات شو صار فيه. هيدا الرز عندي كمان بعده عم بيستوي، هيدا الرز طبعا عم نحكي نحن رز للحبش. اوكي، في عندي الكريمه وفي عندي هون مع الكريمه شو بدي اضيف؟ بدي احط شوي من الشوكولا دايبه. اوكي، لكن مثل ما عم نشوف نحن شوكولا دايبه عم نضيفها للكريمه ونخلطهم مع بعض. اوكي، لكن عندي شوكولا دايبه وعندي كريمه عم بخلطهم مع بعض لحتى نعمل فيهم القالب. نستعين بشريط. اوكي، وكمان خليت شوي من كريمة الزبدة لضيفة لألون. هاي كريمة الزبدة اللي حضرناها كمان بنضيفها لألون. وهلا انا بخفقهم كلهم او بخلطهم مع بعض. طيب مثل ما شفنا اوكي، لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف نحن كيف عم نلبسها بهالشكل هيدا، كريم شونتيه مع الشوكولا مع كريمة الزبدة بنلبسها. اوكي، كمان اوكي. هلا بقلبوا على تاني ميله. كمان هون من ميلتين بنغطيها. هلا رح نعملها بالكاكاو. يلا. اوكي. طيب. كمان بجي للميلة الثانية. بعمل الميلة الثانية بهالشكل مثل ما عم نشوف. اوكي. طيب. فيني استعين بشوي من الشوكولا انا. خلينا نشوف قبل الشوكولا
خلينا نشوف نحن هون شو صار في عنا. طيب هاي العجينة بعد ما حطينا لها الطحين طبعا شلناها، نحن بس حطينا بيض وسكر فانيل، فينا نحط كمان رشة برش حامض. بجيب معلقة خشب، بمعلقة الخشب بحط الطحين. اوكي لكن مثل ما عم نشوف عم نضيف الطحين طبعا منقلبه شوي شوي مثل ما عم نشوف هاي العجينة عم نقلبها نحنا. اوكي خلينا نطفي على الصلصة. طيب كان مشاهدينا هيدا الطحين عم نقلبه بهالشكل هيدا مع البيض والسكر والفانيل. اوكي فينا حكينا نحط كاكاو. اوكي كان عملينا نحن عجينة مع الكاكاو. طيب اوكي لكن خلينا نحن وياكم نشوف العجينة كيف طلعت عنا. ها هي العجينة بهالشكل هيدا. اوكي هاي عجينة البيش اللي شويناه نحن بالفرن على درجة حرارة 180، طبعا بنسكبها نحن على ورقة الزبدة. طيب لكن هيدي بالنسبة للعجينة، خلينا نرجع نحن نكفي هون شغلنا. اوكي عندنا من الشوكولا نجيب معلقة، خلينا نحط شوية شوكولا، مش غلط إذا حطينا شوكولا بهالشكل. اوكي كمان حط شوي من هون. طيب هلا بضل في عندي اوكي دايك هون شو رح نعمل؟ هون رح جيب الجزع حطه بهالشكل هيدا. اوكي وعندي كمان ميلة تانية كمان بنحطه. طيب اوكي هلا خلينا احنا نلبسها كمان، او اذا بدنا خليني ابرمها لعندي بقدر استحكم فيها. اوكي لكن مثل ما عم نشوف عم بحط الكريم، هاي الكريم من كريم شانتيه وايضا من كريمة الزبدة وحاطين معها شوكولا. اوكي مثل ما عم نشوف بهالشكل هيدا نعملها بنلبسها. اوكي انا لبستها كمان نرجع للميلة الثانية. نرجع نقلبها كمان بهالشكل هيدا. اوكي طيب اوكي هلا رح نجيب رح نعملها بهالشكل هيدا مكان مشاهدينا مثل ما عم نشوف. اوكي طيب كمان نحن عم نضلعها بهالشكل. اوكي
طيب هلا نجي للقالب، ناخد كاكاو، نحط كاكاو بهيدا الصحن. اوكي، اوكي، لكن مثل ما عم نشوف نحن كيف عم نعملهم بشكل جزء لهالقوالب الحلوه. كمان اوكي، حتى كمان فينا نعملهم بالسكر البودره. هلا بضل في عنا الحبشه، وبعد كمان رح نزينه شوي للبيش، بس بدنا نروح نحن وياكم بريك صغير وبنرجع سوا.